أنا بكره نفسي بس مش قوي، حرقت البيت أبويا قال عليا مش سوي، غبي وعامل فهلوي عايش دور المفتري، زهقوني كتير بيقولوا إني شكلي أسيوي. أقول لك آخر إنجازاتي، قطعت صفحة فاضية وحطيتها في كتاب حياتي، من الليلادي حقي هاخده عافية وذوق، ساعات كتير في إيدي بس وقتي مزنوق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مزنوق. ضيف النهاردة معانا لأن علي قنديل اعتذر، بيعمل ستاندر كوميدي يعني شكوكو على اسماعيل ياسين كوليكشن كده على بعضه حاجة صغيرة. معانا طاهر الدسوقي. ازيك يا طاهر؟ ايوه انت ما تعملش نفسك مش واخد بالك. اه مفيش حد غيرك في اللوكيشن. ما انا ما اسميش طاهر اصلا. امال ايه؟ طه. طاهر كلمني كده عن طه. والله طه، والله العظيم طه، شرف امي واختي طه. طه كلمني عن فن الستاندر كوميدي، اللي هو انت بتطلع تقول كلمتين الناس بتضحك، حافظ نكتتين قالهم مثلا فيصل خرشد او مش عارف مين، بتطلع تقولهم الناس بتضحك. فقول لنا بقى انت بتعمل ايه؟ فين السؤال؟ بص بصيت. طيب اسمع بقى، ده فن النقد الساخر، ان انت بتنتقد موضوع بشكل يعني ستاندرد كوميدي معناها فن ساخر. لا النقد النقد الساخر مفيش ستاندرد. انت المفروض ستاند اب كوميدي مش ستاندرد. انت يعني بتعمل خيبك. انا خريج AUC مبدئيا. والله العظيم مكتب القراءه. منين؟ من AUC. حرف اليو. عايزين نروح لنقطه ثانيه، انت كنت اشتركت مع علي. اه انت عارف ان علي صديق ليا من زمان، قابلته في البورصه وانت كنت موجود، فاكر؟ لا مش فاكر. المهم انت اشتركت مع علي في ورشه. اه يعني ورك شوب بتاعه ستاند اب كوميدي. قول لي بقى اتعلمت ايه في الورك شوب دي، غير انك مثلا تتنك على الناس، تطلع تقول انا احسن ستاند اب كوميديان في مصر، لا الكلام ده، اشهر ستاند اب كوميديان او اشهر اي حاجه من الحاجات. فقول لي يعني ايه اللي اتعلمته غير التناكة؟ بص الحمد لله انا يمكن اللي فرقني عن غيري ان انا اصلا كنت داخل ورشه تنك وما بردش اصلا على تليفونات ولا برد على الفيسبوك، فانا كل السكيلز دي كنت واخدها قبل ما كانت عندي قبل ما اخش الورشه. اللي اتعلمته جديد في الورشه ان انت وانت على المسرح تقول بقى، يعني تقول مش تسكت يعني. لان في ناس بتطلع بتقول، فانت لا اطلع قول بقى. مش تطلع تقول، تطلع تقول بقى. بقى اوكي جدا. طاهر قولي كده انت بتطلع الافكار منين؟ يعني مثلا بتبقى ماشي بتتكعب، بتخبطك عربية ففكرة بتجيلك، بتقع تتكحول تنزل دم فالفكرة تجيلك، تسمع اغنية يحصل لك حاجة، يعني منين بيجيلك فكرة؟ لا قدر الله اسمع اغنية ازاي يا عم بعد الشر. واللي فات مش لا قدر الله. ما انت مش عارف ايه اللي انت بتقوله. ما تفك زرار القميص ده ولا هتفك كده وتبقى حلو. حران يا اخي انت مالك. مش عارف مالك مضيق علينا ليه. بص الاغاني عامة يعني يمكن ده اكتر حاجة بعرف اكتب فيها، لان انا يعني دايما بحب اسمع كلمات الاغنية. يعني انت مثلا ايه الاغاني اللي انت بتحبها، قديم ولا جديد؟ قديم. بسمع احسن يعني احسن كتابات الاغاني او الليركس انا بحبها، زي مثلا بيتهوفن، رخمانينوف، موزارت. ايه اللي انت بتسمعه ده؟ بقول لك في العربي يعني ابراهيم. في العربي بسمع مثلا محمد منير. حلو. ام كلثوم بقى قالت لك ايه؟ انا بحب ام كلثوم جدا، بس مش عارف ليه لما كانت بتنسى على المسرح كانت بترتجل وكانت قشطه الاغنيه بتتباع عادي. يعني كانت تقول لك، فاكر انت الاغنيه بتاعت يا اللي ظلمته الحب، قلت وعدت عليه، قلت عليه مش عارف ايه، لا 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 لا، وخلاص وقشطه وعدت واتباعت. انا اسف لو نكدت عليك، بس هو فعلا الاغنيه بتقول كده. والله السديري ده اللي مغيرك، والله العظيم. قلعت كده وفكيت دون تبقى حلو. انت اللي بتعمله ده الستاندرد كوميدي انت بتعمله؟ لا خالص. امال ايه؟ ده تراجيدي اللي انا بقوله ده، حتى باين من رياكشنك اهو. طيب طالما انك بتعمل ستاندرد كوميدي، انا هوريك الستاندرد كوميدي بجد، يعني تبقى عامله او شكلها عامل ازاي. وريني وريني وريني. خش يا نجم. خش يا شكوش. هتقول اوعى الكلام. وانا صغير كان حد يقول لي الفيل لما بيقع من الدور السادس بينزل يفرقع ولا ينزل تحت الارض بقى. انا ماشي دلوقتي. لا
كمان واحدة كمان واحدة معلش 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 نظير بليز بليز كمان واحدة كمان واحدة. طيب مرة كنت ماشي في الشارع ايه هو ده مش افيه؟ انا اسف شكرا شكرا نظير. طاهر ليه ما بتتعلمش من حاجه زي تعمل حاجه شبه دي؟ والله انا لو اعرف ان هو عمل ورشه كله كان بيضحك كل الناس كانت مفرفره. انا ده اتقتلت انا اتقتلت يعني ده معناه ايه؟ افهاته بتعيط بصراحه. فين انت من ده يعني نظير طاهر الدسوق يعني ليه ما يبقاش نظير طاهر الدسوقي مثلا؟ ما ده حب الناس مش اكتر يعني. انا يمكن مش فقر ماتيريال مثلا. لا ولا فقر ماتيريال ولا فقر ولا فقر دم. عارف انك هتقول اف ده حافظه. How do you see yourself in 5 years in terms of your profession? Of course yes. I want to know let me what's say what's gonna happen. Okay. I have to ask and briefly. I can see ده مبدئيا. Okay. Because which is you know if you go to something you will make it indeed. Yes indeed. بس لا هو الانجليزي رياكشنات ما تبصليش والله مش لغه مش كلام الانجليزي اللي هو which is. شكرا ليكو دي نهايه حلقه مزنوق ونهايه مستقبلي الفني ونهاية طاهر الدسوقي ونهاية إبراهيم يحيى. نوعدكم الحلقة الجاية إن شاء الله نحاول نجيب حد أنجح شوية فانير أو مضحك أكتر أو مثلا نحاول نجيب حد من الستاند أب كوميديانز مثلا المعروفين زي علي أنديل أو كده. ياريت يرد علينا لو اتصلنا. مش هيرد. شكرا. لو عجبتك الحلقة وعايز تتفرج على بقية الحلقات دوس هنا. ولو عايز تتفرج على الشغل أنا وما أعتقدش إن ده هيحصل بعد اللي قاله إبراهيم دوس هنا. مرسي كتير. انت مش بتقدم؟ طيب اتفضل يا كينج وريني هتعمل ايه.